النهارده عندي طاجن لوبيا باللحمه بس حاره شويه. طيب عندي لوبيا مسلوقه وبصل وثوم وطماطم ورشه سكر صغيره وفلفل حار، كمون وكزبره خضراء، زيت زيتون وزيت زيتون تاني، وكرات وكزبره وكرفس، ملح وفلفل. هنقدمها مع شط رز ابيض حلوين، حبه زيت زيتون اهم، ده البصل، وادي توم، شوية الزعتر الحلوين. خليهم بقى ايه يلفوا مع بعضيهم. دي اللحمة بتاعتي، افردها كده طيب، مش عايز اقلب دي عشان اخليها تتجانس مع بعضيها. نعمل ايه بقى؟ نعمل حبة الرز بتوعنا. فين الشعرية يا نسا؟ بتبقى شاطرة تقول لي حاضر. هننزل بنص الرز ده نعمله حبة وحبة. احنا في البيت بنعمله كده، بتبسط بيه يعني. طيب قوم بقى ايه نقول من تاني احنا عملنا ايه. احنا ما عارفين، احنا عندنا لحم مكعبات صغيره ولوبيا مسلوقه وبصل وتوم وطماطم وسكر، ملح، فلفل حار، كزبره خضراء، كمون، زيت زيتون، كرفس، كرات، زعتر، ملح، فلفل، وداخلين على الرز نحمره. طيب كده شغلنا بجلجل، بنخلي اللحمه بتاعتنا ايه نديها البهارات بتاعتها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي. حبان وورق لورو، دي جوز الطيب، شايف يا عم جوز الطيب دي؟ خليها ايه نحتاجها تاني كده. بنقلب حبيبي يا رسول الله. وادي مكعب المرق، ملح وفلفل، بنعمل رز حبة وحبة. كده كله بيتجانس مع بعضه اهو، فلفل، كرات وكرفس. الرز بدا ايه يلون اهو، لازم ياخد لون براون. واللحمه عندي بديها بقى الطماطم بتاعه التعصيجه الحلوه، دي طماطم بوغيه، مش بوريه، بوغيه بالطريقه الايه فرنسوغيه كده. هنا طماطم فريش، نصلي على النبي. اللوبيا بتاعتي كل ما تقعد كتير في السوا كل ما تديني طعم حلو. انا عايزها تقعد على النار كده نص ساعة وبعدين ادخلها الاوفن ولا الفرن. الفرن ولا الاوفن؟ الله يكون موفي موفي. يلا ايوه حطها في المنافستو. لا دلوقتي فوت ووتر الوطا قلت وعجن. انا هوايه
طواين الرز اهو كده، مش همشي قدام رز ممكن يسرقني. خلي بالك. طب يلا انا ماشي اهو، انا مشيت اهو. والله انت هتوديني في ده ان شاء الله، ما انا عارف. ارجع تاني. حاضر. حبه الشبت دول هيدوني طعم حلو قوي. الله يا بلادنا الله، بالسيد المخرج والكاست معاه. طيب انا حاطط الطاجن في الفرن مولع، اغطي بقى اهو الرز. الله 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 الله. احلى من الشعريه اهو. حبه ملح. سولت 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 اند بيبر كده. نسعسع بقى حبه الرز. هو الرز دايما اللي حبه حبه ده بحب ميه ياما، يعني ايه بيبقى طالع مفلفل وحلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. طيب كده نجيب الرز بتاعنا. دايما بحط الرز بتاعي على الشوايه عشان ايه ما يلدعش مني او ما يشطش مني ويشتغل لوحده واحده دلا دلا دلا، واحده 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 كده لغايه ما نلاقيها الدنيا بقت حلوه.